صرت عندك صورة جميلة رغم إني خاطي عنيد صورة قداسة صورة طهارة رسمتها لي بأحلى عيد صورة في فكرك مش في الحقيقة كانت حقيقة في يوم عمادي يوم بعد يوم كترت همومي ذادت ذنوبي شوهتلي الصورة رجعني تاني لشكل الأولاني إلبسني تاني حلتي الأولى خليني شبك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أيكونا حرت في حياتي وماشي أدور من كل إنسان على فضيلة لا عارف آه زي غيري ولا عارف اعمل من نفسي ما وناس ادور على سورتي عندك اكشف جمالها في جهادي اعمل عظيمه من وقت ازلي اعددتها لي مرسومة في الصورة رجعني تاني شكل الأولاني البسني تاني حلة الأولى خليني شبك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح أيقونة صرت عندك مرسومة بدقة من وقت أزلي قبل ميلادي فيها كل تفاصيل حياتي من يوم ميلادي حتى مماتي عَدَدْ لي غلب على الخطيه على كل سقطة من قريب نجاتي أقدر أحارب كل التجارب بيسف إيماني مرسومة في الصورة رجعني تاني بشكل الأولاني إلبسني تاني حله الاولى خليني شبك على صورتك ورسمك رجعني تاني للمسيح ايقونه الاب الروح بسم الله ابو الابن الروح القدس الله امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين المجد والآب والابن والروح القدس الان وكل اوان ودهر الدور امين اجعلنا مستحقين نقول بشكر ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفنا اعطينا اليوم اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا من اساء الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين فلنشكر صانعنا هو ايضا فلنساله ان يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع ضوابط الكل الرب الهنا ايها السيد الرب الاله ضوابط الكل ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح نشكرك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال لانك سترتنا واعنتنا وحفظتنا وقبلتنا اليك واشفقت علينا وعدتنا وجئت بنا الى هذه الساعه. من اجل هذا نسال ونطلب من صلاحك يا محبي البشر امنحنا ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربه وكل فعل الشيطان ومؤامره الناس الاشرار وقيام الاعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا اما الصالحات والنفعات فارزقنا اياها لانك انت الذي اعطتنا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب وكل قوه العدو ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالنعمه والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعزة والسجود طليق بك معه ومع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور كلها آمين حمني يا الله كعظيم رحمتك ومسلك استر رأفتك اسمي تخسني كثيرا تخسيني من اسمي ومن خطيئتي طهرنا لأن عارف باسم وخطيئتي أمام في كل حين لك وحدك اخطات الشر قدامك صنعت لكي تتبرر فيها اقوالك وتغلب اذا حكمت لان انا ذا بالاسم حب لبي بالخطيه ولدتني امي لأنها هكذا قد احببت الحق اذا اوضحت لي غامض حكمتك ومسكراتها تنضح علي بزوافك فاطر تغسلني في اكثر من السل تسمعني سرورا فرحا فابتعد من منصحك اسر وجهك عن خطايا وكل كل اسامي قلبا نقيا نخلق فيها الله وروح مستقيما جدد في احشائي لا تطرحني من قدام وجهك وروح القدوس لا مني نحني بقى خلاصك بروح رئاسة عضدني فأعلم الله ما ترك كل إليك يرجعون نجيني من الدماء الله لا خلاص فافتاي لساني بعد لك يا رب افتح شفتها فاغبر فم تسبيحك لأنك لو صرت الزبيحة لكنت لا نعطي لكنك لا تصر بالمحرقات القلب المقصر مقصر ومتواضع لا يرزله الله أنعم يا رب مسرتك على كنيستك ولتبنى أسوار أورشليم حين يزم سر الزبيحة بارك ربنا نحكات ويقربون على مذبحك العيقون هللويا قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا عندما نقف امامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفله أعطينا يا رب يا لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد الله ونفوز بغفران خطايانا الكاسيرا المجد يا محب البشر ها بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليل ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض المجد لك يا محب البشر كلماتك احييني تفيض شفتاي الصبح اذا ما علمتني حقوقك لساني ينطق باقوالك لان جميع وصاياك عادله لتكن يدك لتخلصني لانني اشتهيت وصاياك اشتقت الى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدتك فان لي لم انس المجد الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الدهور كلها امين المجد الاب والابن والروح القدس منذ الان والى ابد الابد كلها امين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لامك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك ايها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائي وليهرب من قدام وجهه وكل مبغضية اسمه القدوس واما شعبك فليكن بالبركه الوف الوف وربوات ربوات يصنعون ارادتك يا رب افتح شفتي ولينتج فمي بتسبحتك امين الليلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اللوياب شو يسنا شو يسنا صاوز بعد الخدمه الاولى من نصف <applause> الليل نقدم الى المسيح ملكنا ولنرجوك فينا <applause> خطايا كثيره امين مزامير 30 معلمنا داود نبول ملك بركاته عليك جميعا امين يا رب لماذا كسر الذين يحزنونني كثيرون قاموا علي كسرين يقولون لنفس ليس له خلاص بإله انت يا رب انت وناصر مجدي ورافع رأسي بصوت إلى رب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسي أنا اتجعت ونم ثم استيقظت أنا رب ناصري فلا خاف من ربوات الجموع المحيطين بي القائمين علي قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعادينني باطلاً أسنان الخطى سحقتها للرب الخلاص وعلى شعبه باركاته طوباهم الذين بلا عيب في الطريق السالكين في ناموس سالكون في ناموس الرب طوباهم الذين يفحصون عن شهاداته ومن قلوبهم يطلبونه لأن صانعي لأن صانعي الاسم لم يهو أن يسلكوا في سبله أنت أمرت أن تحفظ وصاياك جدا فيا ليت طرقي تستقيم إلى حفظ حقوقك حين إذ لا أخزى إذا ما اطلعت على جميع وصاياك أشكرك يا رب باستقامة قلبي إذا عرفت أحكام عدلك حقوقك أحفظ فلا ترفضني إلى الغاية المجد لك يا محب البشر كافئ عبدتك فاحيا واحفظ اقوالك اكشف عن عيني فارى عجائب من نموتك. غريبه انا في الارض فلا تخف عني وصاياك اشتاقت نفسي الى إشتهاء احكامك في كل حين انك انتهرت المتكبرين الملعين الذين حادوا عن وصاياك انزع عني العار والخزي فان لشهاداتك ابتغيت جلس الرؤساء وتكول علي شرا، اما عبدتك فكانت تهتم بحقوقك لان شهاداتك هي درسي وحقوقك هي مشوراتي. لك يا محب البشر. محبوب هو اسمك يا رب طول النار تلاوتي. علمتني وصاياك أفضل من عدالة أنا ثابتة لي إلى الأبد أكثر من جميع الذين يعلمونني فهمت أن شهادتك هي درسي أكثر من الشيوخ فهمت أني طلبت وصاياك من كل طريق خبيث منعت رجلي لكي أحفظ كلامك عن كلامك لم أحد لأنك وضعت لي ناموسا إن كلمتك حلوة في حلقي أفضل من العسل والشهد في فمي من وصاياك تفطنت فلا أذهب كل طريق الظلم لأنك وضعت لنا موسى المجدول يا محب البشر عجيبة هي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي إعلان أقوى لك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار فتحت فتحت فهمي وأجتذبت لي روحًا لاني لوصاياك اشتقت انظر الي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك قوم خطواتك قولك فلا يتسلط علي اي اسم انقذني من ظلم الناس فاحفظ وصاياك اضيء بوجهك على عبدك وعلمني حقوقك غاصت عيناي في مجاري المياه لانك لانهم لم يحفظونا موسى المجد لك يا محب البشر الرؤساء اضطهدوني بلا سبب من اقوالك جدع قلبي ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنائم كثيره ابغض الظلم ورذلته اما ناموسك فاحببته سبع مرات في النهار سبحتك على احكام عدلك فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك توقعت خلاصك يا رب ووصاياك احببتها حفظت نفسي شهاداتك واحببتها جدا حفظت وصاياك وشهاداتك وكل توريكي امامك يا ربي المجد لك يا محب البشر فلتضن وسيلتي قدامك يا رب قولك فهمني تدخل طلبتي الى حضرتك يا رب كلمتك احيني تفيض شفتي الصبح اذ ما علمتني حقوقك لساني انطق باقوالك لان جميع وصاياك عادله لتكون يدك لخلاصي لاني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك وتلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لي لا لم أنسى هللويا زوك من قدوس 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 فصل من جيل معلمنا ماري متى البشير بركاته على جميعنا أمين حين إذ يشبه ملكوت السماوات عشر عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا لاستقبال العريس خمسة منهن كنا جاهلات وخمسة حكيمات فأخذنا الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا أما الحكيمات فأخذنا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن ولما أبطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا ولما انتصف الليل صار صراخ هوز العريس قد أقبل فقمنا وأخرجنا للقائه حين إذ قامت أولئك العزارة وجميعا جميعا وزينا مصابحهن فقالت الجاهلات للحكيمات اعطينا من زيتكن فان مصابيحهن تنطفئ فاجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا واياكن واياكن فاذهبنا بالحار الى الباعة وابتعنا لكنا لكن فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه الى العرس أغلق الباب واخيرا جاءت بقيه العزارة قائلات ربنا ربنا افتح لنا اما هو فاجاب وقال الحق الحق اقول لكم إني لا أعرف كنا فاسهروا إذا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. والمجد لا دائما بدينا مين تنوش تمك وبخريستو نام إكيو تنغاصوس نام ابن ما جي أكتون كاكسو تمون آه. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل توبى للعبد الذي يجده متيقظا أما الذي يجده متغافلا فإنه غير متحكم المضي معه فانظري يا نفسي إلا تسكري نوما فتلك فتلقي خوالك الملكوت بل اسهري واصرخي قائلة قدوس 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 أنت يا الله من أجل ولد الله يرحمنا <applause> تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الريب واستيقظي وأضي مصباحك بزيت البهجة لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت القائل ها هو ذا العريس قد أقبل أنظر يا نفسي لا تنعسي لا لا تقفي خارجًا قارعة مثل الخمسة العضارة الجاهلات بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدون دسم وينام عليك مجد لله الحقيقي كاني كعائنك استوسيون أون آمين آه. أنت يا سور خلاصنا يا والدة الإله العزراء الحصن المنيع غير المنسلم ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك رديه إلى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا ورؤسائنا حاربة شفاعي عن سلام العالم لأنك أنت يا رجاؤنا يا والدة الإله آمين أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات ومات الحياة هل تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا سوكسا أيوكي أجيوب كما كنت مع تلاميذك يا المخلص واعطيتهم السلام هلما اذا كن معنا امنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا كاني كاين استونيون آمين, آمين إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة

أيها السادة أيها الرب لا وتكون معنا لأنه ليس لنا معين في سيدنا وضيقاتنا سواك حل واغفر واسمح لنا الله أنسياتنا التي صنعناها بارادتنا صنعناها بغير ارادتنا التي فعلناها بمعرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفية والظاهرة يا رب اغفر لنا اسمك قدوس الزعيم كرحمتك يا رب وليس خطايا في السماء <applause> قدس اسمك <applause> ياتي ملكوتك تكن <applause> <دا كل> مشيئتك <applause> كما في السماء كذلك <applause> <فزلك تصفيق> على الارض خبزنا كفافنا <applause> اعطينا اليوم اغفر لنا يا رب ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا من اساء ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوه والمجد الى الابد يعني ايها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الازلي انر كلنا لنفهم اقوالك المحييه وانهدنا من ظلمه الخطيه القاتله للنفس واجعلنا اهلا ان نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم فلنتحك سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل تعالوا الي يا مباركي ابي رسل الملك المعاد لكم من قبل انشاء العالم نعم يا رب سهل لنا ان نكون في تلك الساعه بغير خوف ولا اضطراب ولا سكوت في الدينونه ولا لا من اجل كثره اسامنا لانك وحدك المتحنن الطويل الاناه الكثير الرحمه بشفاعه سيدتنا والدة الإله القديسه مريم وشفاعه جميع مصاف قدسيك امين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا من في كل وقت كل في الساعه في السماء وعلى الارض مسجودا له ممجد المسيح الهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمه كثير التحنن الذي يحب السكين ويرحم الخطاه الذي اولهم انا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيي ادعى الكل الى الخلاص لاجل الموعد والخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعه وكل ساعه البطن ساعة حياتنا شدنا العمل بوثائق قدس ارواحنا طهر اجسامنا قوم افكارنا نقنياتنا ايش في امراضنا وايش كل مريض يا رب واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رد ووجع قلب احطنا بملائتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين نصل اتحاد الايمان الي معرفه مجد غير المحسوس وغير المحدود فانك مبارك الى الابد امين

عني لا تخفي كلامك في قلبي السماوات يقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الى من أسالي. ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ان لك الملك دا شق الفجر باكر في صباح الحديقة قمر رب المجد ناصر شعبه للأبد قام رب المجد ناصر شعبه للأبدي, قام رب المجد ناصر شعبه للأبدي بدي أنت ذوست الموتى وحدك يا يسوع الناصري مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباهري مظهرا للخلق مجدك بالجمال الباقي قصر الموت جلاله ضحرج الصخر الكبير من على القبر جماله بان بالنور الخطير من على القبر جماله بان بالنور الخاتم قام بكر الراقدين ظافرا مات الحياة قام حقا ويقينا قام من بعد الوفاة قام حقا ويقينا قام من بعد الوفاة ها سيوف النصر سلت فوق هامات العدا وجنود الشر ولت هارينا سار مدى وجنود الشر ولت هاربنا سار مدى قمت من بيت ملح أنت يا صخر الدور واهبا دار الخلود لرقود في القبور واهبا دار الخلود لرقود في القبور وجموع يا عادت بالقيام والسماء والارض ونادت قام حقا قام قام والسماء والارض نادت حق قام قام والجنود العلوية لاقت الرب الصماد بالأغاني السرمدية فوق في دار الأبات بالأغاني السرمادية فوق في دار الأبات أن دست الموتى وحدك يا يسوع بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أفسس خمسة والجزء الأخير وإصحاح خمسة الجزء الأخير في أفسس دوت اللي هو جزء مهم جدا لكل بيت ولكل زوج ولكل زوجة ولكل أب ولكل أم لأنه ده البولس اللي بيتقري في سر الإكليل المقدس فده مهم أوي ومن اكثر الحاجات اللي ممكن بتسبب مشاكل في البيت بصفه عامه معلمنا بولس الرسول النهارده بيوجه ارشاد مهم جدا فارجو ان ربنا يعطينا نعمه ان احنا نركز على النقط الاساسيه اللي هي بولس الرسول بيقول لنا عليها وبيعلمنا فيها. طبعا بدانا بايه 26 بس افسس 5 26 وارجو ان برضو اللي هم اونلاين يتابعوا معانا الجزئيه المهمه ديت. متاسف 21 انا النضاره ما كانتش جايبه. عدد 20 احنا خلصنا المره اللي فاتت قال كده ها شاكرين خلصنا دي شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والاب الشكر كل حين وفي كل وقت آه على كل حاجه الإنسان المسيحي دائما إنسان شاكر راضي فرحان بعمل ربنا معاه وبالخلاص وبالقيامة وبعمل الروح القدس وبالعطايا اللي ربنا بيديها لنا مش اللي بيديها فقط بس اللي ادهلنا لنا أوريدي أكتر لو احنا قلنا إيه العطايا اللي ربنا ادهلنا لنا أوريدي بنشكره عليها؟ ها؟ الصليب الصليب دمه لا تحصى ولا تعد بالظبط ادهلنا ربنا ادانا 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 فلما يجي النهارده واحد يتزمر على ربنا يقول لك عشان مش لاقي شغل ولا مش لاقي يقوله له طب بص على كل ربنا اداهولك شغل ايه وفلوس ايه ده ربنا اداك دم واداك صليب واداك نعم واداك خيرات واداك جسد ودم وتاكل وتشرب وتحيا بهما واداك الروح القدس واداك كنيسه اداك كتير قوي 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 قوي, قوي ساعات ناس بتتذمر على ربنا لانها مش شايفه حاجه معينه عايزاها دلوقتي وما ببصعش على عطايا ربنا الكتيرة قوي قوي ديت ربنا يسترها علينا المدخل بقى للجزئيه الجايه اللي هو العلاقه ما بين الزوج والزوجه بداها بولس الرسول في عدد 21 قال ايه بقى خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله خاضعين يعني كلنا نخضع لبعض الخضوع لبعضنا لخوف الله يعني المفروض اخضع لكم وتخضعوا لي ونخضع لبعض معنى ايه الخضوع دوت يعني ايه نخضع لبعض نسمع, نسمع بعض نسمع بعض نتفاهم مع بعض مش طب اللي ما بيخضعش ده معنى ايه الذات عالية. عالية عنده كبرياء آه... باصص على اللي قدامه أقل منه ده عدم الخضوع مش كده أنا الصح وانت اللي غلط أنا اللي بفهم وانت ما بتفهمش الخضوع معناها اني بسمع الخضوع معناها ان انا مش كبير في عيني نفسي الخضوع معناه نعم اني بطاوع اني بسمع كلامك مش انا الصح في كل شيء وعلى فكرة دي الكنيسة بتقولها في سر الإكليل المقدس بتقول إيه ويخضع كل منكما لصاحبه ويخضع دي بتتقال قبل الوصية بتاع العريس والعروسة ويخضع كل منكما لصاحبه ويحط أبونا رأس الزوج والزوجة جنب بعض معناها إيه دول بقى الاتنين هم جم بيوحدوا الفكر والاتنين بيخضعوا لبعض بيميلوا كده معناهم يخضعوا لبعض اه بيخضعوا خضوع اذا كان يخضع كل منكم هنا يخضع خاضعين بعضكم لبعض ده الكلام هنا كلام عام لاهل افسس لكل الشعب ملوش دعوه لكن ده مدخل للي هيجي بعد كده لحته البيت تمام فالمدخل بتاعها خاضعين بعضكم لبعض فين في ليه يعني ايه في خوف الله بقى اه اديني مثال كده الفساد في خوف الله معناها ان مش هطوع اي حد في اي كلام لكن يكون في مخافه ربنا يا ما شباب بيخضعوا البعض للاسف في المخدرات وفي السجاير وفي الكحوليات وفي الاعمال الوحشه كل دوت يقول لك ايه فلان علمني فلان علمني لا ده تخضعوا يعني احنا لسه كنا بنتكلم مع اه في اجتماع ال 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 الاسره يوم الجمعه اللي فاتت ونقول كيف انشئ من ابني أن يكون انسان حكيم من صغره وقلنا اح قلنا خمس ست نقط قلنا احد النقط انه اعلم ابني او بنتي ان في بعض الاحيان هو المفروض يطاوع لكن في بعض الاحيان يقول لا. لا مهمه في احيان كتير. لكن طبعا عيالنا النهارده بيقولوا لا لمين؟ لبابا الماما اكتر ناس دي المشكله لكن ان انا بره وب... مش مش معناها جود بوي وجود جيرل معناها كل حاجه يقول له ايه؟ حاضر واوكي لا ده ساعات لازم اعلم ابني وبنتي وهم صغيرين يقولوا لا للخطيه وللشر والحاجه اللي تزعل ربنا مني خلاص؟ فإنا خاضعين بعضكم لبعض ايه؟ في خوف الله معناها ان انا لما اخضع لاخويا او لاختي او لاي حد لازم تحت مظله مخافه ربنا مخافه ربنا دي هنجي لها دلوقتي بقى خلاص فدي الكلام العام خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله دي الوصيه العامه للكل عشان اقبل الاخر ما انا لو ما خضعتش للاخر يعني ما بقبلوش هم؟ تخيلوا لو المسيح لما راح للسامريه وقال لها اعطيني لاشرب صدته كيف تطلب مني وأنت وأنا يبقى خلاص مش عايز أتكلم معه لكن المسيح بدأ سنة بسنة لحد ما. وهكذا المهم أن أنا خضوعي للآخر معناه أن أبدأ هفهم أن أنا الآخر في روح الله برضو وأن أنا متواضع وبقبل الكل وبسمع للكل ناخد بقى الجزئية بتاع بولس البولس اللي بيتقري في ايه في سر الإكليل المقدس بيقول ايه بقى؟ أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب. الجزئية ديت هي جزء جزئية خاصة بالنساء وجزئية خاصة بالرجال. وعايزين عشان الصورة تكتمل لازم الاتنين يبقوا مع بعض. عشان الصورة تكتمل بطريقة مظبوطة ما نبصش لحتة أو ما نسمعش حتة ونرفض التانية. وإلا الصورة تبقى مشوهة. لازم الصورة مكتملة مع بعض، فهنقرا الجزئية اللي خاصة بديت كلنا مع بعض. "أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد، ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء." دي الجزئية الخاصة بالنساء ثلاث أعداد من عدد خمسة وعشرين أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبالعيب كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. من يحب امرأته يحب نفسه، فإنه لم يبغض أحد جسده قط، بل يقوته ويربيه كما الرب أيضًا للكنيسة؛ لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه، ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا هذا السر عظيم ولكنني انا اقول من نحو المسيح والكنيسه واما انتم الافراد فليحب كل واحد امراته هكذا كنفسه واما المراه فالتهاب رجله يبقى اذن دي تهب اللي هي يعني ايه تهاب لا هي تهاب ما هو في بعض الافعال اللي اللي ياخد باله في العربي اللغه العربيه في مين بيعرف عربي هنا؟ <applause> ها؟ نعم؟ لا لا فَالْتَهَاب هي هي بتتكتب فلتهب لكن هي فالتهاب الانجليزي that she respects respect المهابه اللي جايه من المهابه مش مش, مش ال ال, 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 ال التهب يعني يعني تمنح او تعطي مش هبه جايه من هبه دي مش جايه من هبه مش عطيه جايه من المهابه اللي هي الريسبكت طبعا هو حد بقى بيقراها يقول فلتهب في رجل يعني تهب في رجل دي طريقه ثالثه بقى تهب فيه ده حاجه تالتة دي نعم هن... ايوه بالظبط بالظبط برافو عليك من اكتر الحاجات اللي بتتعب البيوت المفاهيم الخاطئه ما بين سياده الرجل وخضوع المراه الجزئيه دي بتتكلم على الحتتين ان المراه تخضع طب وسياده الرجل يعني ايه هل معناها السي السيد هل معناها الدكتاتوريه لا ما ينفعش الكلام ده تعالوا ناخدها بقى حته حته ونتكلم فيها الفكرة كلها على بعض خلاص؟ أول آية هنا عدد 22: أيها النساء إيه؟ أخضعنا لرجالكن كما للرب. حتة الخضوع هنا مش معناه الخنوع. مش معناه الاستسلام. آه مش معناه الضعف. مش معناه إن الرجل هو السيد يعني الدكتاتور. مش معناه كده على الاطلاق ليه ايه اللي خلينا نقول مش معناه كده لان احنا لما نشوف بقية ما احنا قلنا ان دي ايقونة خدوا بالكم الايقونة بتاعت الزوج والزوجة دي ايقونة شبهها بايقونتين تاني في نفس الباراجراف اللي هم ايه <applause> الايقونة التانية اللي تشبهها المسيح والكنيسة والايقونة التالتة ايه الرأس والجسد الرأس والجسد فهم ثلاث أيقونات الأيقونة اللي بيتكلم عنها هنا هي أيقونة الأسرة أو الرجل والمرأة طب فهمهاني يا معلمنا بولس هتشبهها بإيه أقول لك هشبهها لك بمثل روحي ومثل جسدي المثل الروحي اللي هو إيه المسيح في علاقته بالكنيسة العريس والعروس المسيح والعريس والكنيسة هي العروس طب شبهها لي بمثل أرضي قال لك الرأس والإيه والجسد الأعضاء قال الأيقونة بتاع الأسرة تشبه الأيقونة دي وتشبه الأسرة دي الأيقونة دي فأنا عشان كده بقول إن الفكرة تكتمل مع بعضها لما نقرأ الموضوع كله مع بعضه مش حتة واحدة زي ما أنت بتقول أيها النساء اخضعنا رجالكن كم رب وخد الكلمة دي وخلص وجري بيها طب ما تكمل بقية الموضوع ده احنا بنقول البابا شنوده والاباء علمونا ان خطوره استخدام الايه الواحده خطوره فيها خطوره ده طلع بدع كثيره جدا على مر العصور عشان الواحد يختار ايه واحده ويجري بيها وينشئ بيها مبدا يعلم بيه قال لك ايوه فخلينا ناخد يعني هنقبل حته ايها النساء اخضعنا لرجالكن طبعا ليه اخضعنا كنا لان خدوا بالكم تعالوا نفكر مع بعض ايه اكتر حاجة لو قلنا ايه اهم حاجة للرجل وايه اهم حاجة للمرأة نبدأ لا تعالوا نفكر في الحتة ديت مين يحب مين اكتر حاجة للرجل عايز ان هو ايه ها؟ يحس بكيانه يعني ايه الاحترام الكرامه اكتر حاجه تاثر في الرجل كرامته اكتر حاجه طب طب وايه اكتر حاجه للمراه الحب الحنيه دي اهم حاجه اكتر دي مش معناها ان الرجل مش عايز حب ودي مش معناها ان الست مش عايزه احترام نو no. ده محتاج ده وده ودي محتاجه ده وده لكن اكتر حاجه للرجل كرامته واكتر حاجه المراه محبوبة بس مشاعرها لان المراه مشاعر والرجل ما هو الراجل الراجل عايز يحس بنفسه لو حد خربش في كرامه الراجل يتحول لوحش ولو حد خربش في حب المراه او مشاعرها تتحول القطه الى نمر تطلع مخالب هو ده اللي بيحصل ليه لان المرأة مشاعر هي ربنا خليها كده وعشان كده المرأة قريبة جدا من عيالها الرضع بالذات ليه مش الراجل مع... عنده مشاعر بس مش بالدرجة بتاعت الرجل عند الحنان ده مشاعر مش كده وهكذا أيها النساء اخضعنا للرجال كنا معناها ببساطة لو سمحتي يا امراه يا زوجه يا ام خلي عندك فكره الخضوع ديت لان اكتر حاجه هتأثر في زوجك كرامته فما تخربشيش في حته الكرامه لو سمحتي المفروض هو بدا الايه اللي قبل كده قال ايه كله يخضع يكون خاضع لبعضه كله يخضع لبعض لكن لما تيجي العقده في المنشار في حته معينه وما وصلناش لحل. ايه الحل؟ ايه الحل؟ اخضعي. عدي الموجه في الحت في الوقت دوت. المراه لما تعدي الموجه في الحته ديت تمشي الدنيا. كسبت، لا ما احنا بنقول للعو... عارفين العقده في المنشار يعني ايه يا جماعه؟ مين النجار هنا؟ حدش حدش نج... اه نجار. يعني ايه مش في المنشار يا نجار؟ يعني قاعد النجار يقطع في لوح كبير قوي من البتاع كبير قوي ووصل لنصه وفي النص في ايه؟ عقده عملت ايه دي بقى؟ يا تكسر ها؟ هتتكسر بعيد عن شوف يعني هي ممكن المنشار يتنشر يتكسر ها مش هتكمل هتقف وقفت وقفت ال... ال... وقفت اذا احنا عايزين لا المنشار ابونا يعمل ايه اذا هنا معناها ان لما العقده تتحط هما المفروض دايما بيخضعوا لبعض وبيتفاهموا مع بعض وبيتكلموا مع بعض وبيتناقشوا مع بعض لكن جت العقده في المنشار بقى في الوقت ده مشي لو سمحتي المركب واخضعي وبعدين عدبي وبعدين اتكلمي وبعدين فهمي وبعدين خلاص لكن مشي المركب واخدين اه بالكم ايها النساء اخضعنا لرجالكن ويقول كامل الرب معناها حتى لو مش هتخضعي لجوزك اعمليها ان هي وصية لربنا كأنك بتخضعي لربنا اخضعي لجوزك في الوقت دوت الاكس الاكسبشن الوحيد اللي اقدر اقول فيه امتى طبعا وهنا برضو في تو اكسبشنز امتى الزوجه ما تخضعش لزوجها تو اكسبشنز انه مكان اللي اذا كان بعيد عن الرب في خوف من ربنا لان قبل كده في خوف مخافة الله والاكسبشن الثاني طبعا ده اللي هو اكسبشن يعني استثناء لو هو الراجل بقى وصل لدرجه انه مش بيقدر ياخد قرارات لاي سبب طبعا دي موضوعات كبيره قوي 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 دي في الاحوال الشخصيه بعيد عنكم كلكم لكن دي حاجات اكسبشنز مو... ده موضوع تاني مش هنتكلم فيه لكن هم دول تو اكسبشنز اللي نقدر نقول عليه ان هي ما تخضعش لكن كل الح... في كل الاحوال التانية ايه اياتها النساء اخضعنا الرجال كنا كما للرب الخضوع مهم قوي لان ده اللي يمشي سلام البيت هل دي فيها كلام حد عايز يقول حاجه في دي اه تمام هو بيقول لك ليه بقى تخضع المرأة؟ ما هو هتقول لك هو اللي يخضع. ما هي تقول له هي اللي يخضع، فبولس كأنه سمع الست اللي هي قاعدة تفسر بقى بنفسها يقول لها ايه؟ لأن الرجل هو رأس المرأة. أهو هو هو بيقول كما أن الرجل الرجل هو رأس المرأة. اه وكما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. دي مهمة. يعني ساعات الواحدة تقول لك إيه؟ وهو ما يخضعش ليه يعني؟ هو على راسه رشا؟ هو يعني إشمعنى هو هو أنزل؟ أقول طب ما بص إن الرجل هو رأس المرأة. دي مضايقاكي في إيه؟ زي ما بعد كده هيقول إن 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 الجسد فيه أعضاء وفيه رأس. تخيل الإيد تقول إيه؟ عشان أنا مش رأس يبقى أنا مش هتحرك. الموضوع ده ربنا مقسمه الراس والرجل والايد والصباع كل ده رولز ربنا حطها ده ها ك... لان الرجل هو راس المراه المفروض ان المراه ما تتضايقش والمفروض الرجل ما يتكبرش صح؟ لا الراجل يتكبر ولا المراه طب ايه اللي ما يخليش المراه تتضايق؟ آه لو في حب لو في تفاهم وإيه كمان؟ لو الراجل بيحبها بالظبط وإيه كمان؟ بالظبط على فكرة في معظم الأحيان طبعًا دلوقتي الموضوع اتغير شوية <applause> مع التقدم الفظيع اللي حاصل لكن لا للأوحش هقول إيه؟ أظن من طبيعة المرأة إن هي تحب إن الرجل يقودها تبقى فرحانة ما تبقاش متضايقة ولا إيه؟ تبقى تبقى مبسوطة لأن المسؤولية على مين؟ على الرجل ريحتني <applause> وأنا وأنا دماغي ليه؟ خليني أنا في مشاعري في عواطفي في طريقتي الحلوة كمرأة وخد أنت عام المسؤولية عليك واخدين بالكم الفكرة ازاي اه فعشان كده قال ايه اه ال 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 المرأة الحكيمة ايه بتبني البيت لان فاهمة اتفضل خد المسؤولية يا عم شيل يا سيدي ما انت الرأس وانت الرجل وانت المفكر وانت المدبر شيل فاش انا مش متضايق من كده بالعكس عايز تقول يا رفيق <applause> اه المرأة بطبيعتها ممكن تحب ديت وتبقى مبسوطة جداً جداً لأن هي على فكرة في علم النفس برضو الراجل بي بي بصفة عامة بي بيوزن نفسه بإنتاجه طبيعي كده صح؟ الراجل يوزن نفسه بإنتاجه إنتاجه إيه بقى؟ بيجيب فلوس قد ايه بيبتكر ايه بيعمل ايه بينجح في ايه بيحقق ايه صح مش الرجاله كده ها الراجل كده طب الست توزن نفسها بايه بالحب الناس والمشاعر والعلاقات والاخذ والعطاء واللباقه في الكلام والشياكه بتوزن نفسها بك. صح طيب ما الموضوع الموضوع موزون اهو يبقى ايه اللي يزعل الراجل ولا يخليه يتكبر؟ والا يزعل المرأة وتخليها ان هي متضايقه؟ ما الموضوع ماشي كويس اهو هو ده الطبيعي. نعم؟ هي دي بقى الاوضاع المقلوبة هي دي اللي بتعمل مشاكل كتير صح؟ بالظبط. طبعا ما هي دي بقى فليبنج بدل ما الصري يبقى كده متأسف الدنيا ده بقى متأسف. ما هو دي موجودة موجودة كتير للأسف وبرضه للاسف في الجو الغربي اللي احنا فيه ومع السوشيال ميديا الدنيا متبهدله باشكال مختلفه اللي هو بقى الانترنت والفيسبوك والانستجرام والحاجات اللي, احنا مش بنفهمش فيها دي ها لان الرجل هو ايه راس المراه كما ان المسيح ايضا ايه لكن خدوا بالكم بقى لما قال كما ان المسيح راس الكنيسه قال ايه وهو ايه مخلص الجسد مخلص الجسد يعني ايه اوعى يا راجل تفح تحس بدناك انت رأس لكن انت مش مخلص خدوا بالكم ما لما ادم ما أنا قلت ايقونة ثلاث ايقونات ايقونة الأسرة تشبه ايقونة المسيح والكنيسة والرأس والجسد فلما اتكلم على ايقونة المسيح والكنيسة لأن المسيح ايضا رأس الكنيسة لكن هو ايه مخلص طب والمخلص خلص بايه بدمه ده, كل... ده كلفته حياته دمه مخلص طب الراجل اللي يقول لك بقى الراجل راس المراه طب كمل الحتة بقى اللي بعديها وهو مخلص الجسد شوف واخدين بالكم الفكره في ايه ما هو الشيطان بيخلي الواحد يلعب بحته اه افت... افتكر ايها الرجل لما تقول ان الرجل رأس المرأة أيوة المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد وخلاص هنا بالصليب وبالدم وبالتعب وبال كل حاجة تضحية بالموت طبعا المح... مش مش المحبة بس مش المحبة بس المحبة ايه المضحية المحبة البازلة آه. نعم آه آه. طبعا كورنثس الأولى إصحاح 13 اسمه نشيد المحبة المحبة تتأنى وترفق المحبة لا تحسد ولا تقبح ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم بل, بل, بل تفرح بالحق كورنثس الأولى إصحاح 13 إصحاح المحبة تحتمل كل شيء تصبر على كل شيء تصدق كل شيء المحبة لا تسقط أبداً لا تصبر على كل شيء تصبر يعني اللي بيحب التاني بيصبر عليه بيصبر عليه مش يقول أنا قلت لك وخلاص أتاك عملتها لا بتصبر تحتمل ربنا صابر على كل أخطائنا صحيح ها نشوف الآية اللي بعدها نعم آه. اه دي المحبه اللي بتفرق طبعا صح ما هو ما عشان كده اللي حضرتك قلت المحبه لا هي المحبه البازله. لان كلمه محبه بس انا بحبك. ده مشكله الشباب اللي هنا. اكتر كلمه اي لاف يو 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 وتتقال بقى بكل المعاني وبالقلوب الحمراء والبينك والورد وال اوه اي لاف يو كلام فاضي. مش مش هو ده الحب. الحب الحقيقي هو الحب المضحي، هكذا أحب الله العازم حتى بذل. المحبة البازلة المضحية. م لما الواحد يقول بحب وعاوز يبقى أنت بتحب نفسك مش بتحبني. ده أنت بتحب نفسك، لكن بحبك يعني أنا بقدم لك. أنا باصص ليك أنت مش باصص لي أنا. ده أنا بطلع من نفسي. عشان كده هو الزيجة ايه خروج من النفس هي الزيجة المسيحية الواحد بيخرج من نفسه يو ما هو عشان بيحب نفسه بخرج من نفسي ازاي يعني انا لما بندي الدرس بتاع اللي هما مقبلين على الزواج ساعات اسأل كده ويكونوا كلهم شباب أقول له انت عايز تتجوز ليه هو ده سؤال ولا انت عايزه تتجوّز؟ إيه يا ابونا هو ده سؤال انت جاي يعني أقول له عايز تتجوز لي؟ I'm serious أنا عايزك تعرف تعرف كل واحد يقول لك بقى كل الكلام الناس كلها بتتجوز ويقول لك اللي بكمل نص ديني ويقول لك مش عارف إيه زي الناس وعشان أعمل عيال وعلشان وعلشان, وعلشان وعشان يجيب واحدة تسعدني كل ده غلط نو no. المحبة الزيجية الصح أنا بدور على واحدة أسعدها بدور على واحد أسعده اسعده انا بفرق انا بفكر فيه الاول عشان انا لما اسعده اقدر اكسبه للمسيح. ما هو ده الزواج المسيحي. اكسبه للمسيح. هما الاثنين اللي, اللي هيتجوزوا هيتجوزوا قد ان شاء الله؟ هيقعدوا عايشين قد ايه؟ 40 سنه؟ طب وبعد كده؟ الجواز المسيحي اللي يفرقه عن الجواز اللي بره ايا كان ان الاثنين يساعدوا بعض يروحوا السماء. هو ده الزواج المسيحي والا يفرق ايه عن الجواز البوذي والهندي وال... ما الم... ما الاثنين يروحوا السما ايوه مش <applause> هو لو حبها قوي هتقدر توصل لفكره ان المراه تكسب الرجل بطاعتها بمحبتها بخضوعها بتصرفاتها ما عشان كده المرأة امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللقالي المرأة الحكيمة برضو هي ممكن تكون كده بس ممكن تكون هستريكت قوي وهو ليبرال فالموضوع بيحتاج ايه ليبرال يعني ليبرالي <applause> <applause> عايزه 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 حب وطول بال وسعه صدر وتفاهم والمشكله هقول لك حاجه كتيره ما بتعمل مشكله ساعات الراجل ما بيكونش يعني اقول ايه مش موافق مش موافق على الفكره لكن هو بيرفض الفكره عشان الاسلوب دي مهمه قوي لان انا قلت اللي, اللي اكتر حاجه مهمه عند الراجل ايه كرامة فلما يحس ان هي بتعلمه يبقى بتخبط في كرامته اتسد حائط صد اعمل اعملي كل اللي انت عايزاه مش هتوصل لحاجه واخد بالك لان الراجل عايز يبقى ايه هو القائد هو 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 البص انت البوس انا اعرف بعض الزوجات تقول لجوزها البوس اعرف بعض الزوجات المباركات جدا تقول تقول لي تقول شوف البص يا ابونا يا سلام هو بقى قاعد بقى ايه؟ مبسوط جدا ما... ما... <applause> و... دي امرأه رائعه فاضله حكيمه لان هي بتشبع الجزئيه اللي فيه وفي مخافه ربنا فيها ايه ديت؟ تضايقه تدي... في ايه؟ طبعا ما هو صحيح ما هو برضو مشكله كبيره في الوقت الحالي في موضوع احنا طبعا هنطلع بره درس الكتاب هنطلع في المشاكل العائليه لكن اه لكن هي من اهم الحاجات في في الزيجه هو الاختيار المظبوط والاختيار بعد بيجي بعد صلاه ودراسه وتاني و و وصوم وحاجات كتير قوي لكن اللي عايز اقوله ان في بعض المشاكل تاخد وقت لحلها ما تتصدش وبلا تشنجات والواحد و و و يطلب نعمه من ربنا انه يرشده وساعات ما توصلش المعلومه من اول مره ولا تاني مره ولا عشر مره يمكن الطريقه غلط لكن ممكن لما الواحد يبقى متضع قدام ربنا وفي الصلاة تبص تلاقوا ما هو ربنا يا جماعة بيهيئنا كلنا كلنا يعني ساعات الواحد يسمع الكلمة والوصية مئة مرة والمية دي ما تأثرش لكن رقم مية واحد هي اللي تجيب نتيجة تخيلوا طب يعني هي الواحد دي اللي أثرت لا ما هو كل المئة مرة اللي فاتت دي ايه بتهيئ سنة بسنة 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 آه بتجيب نتيجة. ها عدد 24 ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح بياكد بقى على الخضوع تاني كذلك النساء لرجالهن إيه؟ في كل شيء. كما قال مرة كما للرب وقال تاني مرة إيه؟ في كل شيء. وبيأكد هنا ليه؟ لأن طبيعة الرجل عايز إن هو يشعر بمكانته ب ب ب ب ب بكرامته ب ب أنه ان هو مدبر لان واحد يعني ناس يقول لي انا ما اقدرش اعيش مع راجل تاني في البيت اقول له يعني يقول لي هي عايزه تبقى الراجل هي عايزه تاخد القرارات ده ما, ما ينفعش ما ينفعش لازم نفهم الايه دي اتكررت مرتين في عدد 22 ايها النساء اخضعنا للرجال كنا كما ها للرب وعدد 24 كذلك النساء لرجلهن في كل شيء مشيها يا يا زوجه يا امراه يا امي مشيها بالطريقه دي وانت بقى يا ابويا ويا اخويا لو سمحت فكر بقى في الحته الجايه عشان الصوره تكتمل دي كده نص الصوره كده نص الايقونه ما حدش يبص على نص الايقونه يقول لك شوف انا هركز على فين النص الثاني؟ شوف النص الثاني قلنا اول نص اوريدي من او اول جزء من النص الثاني اللي هو ايه اول جزء قلنا ايه لا لا قلناها في عدد 23 مخلص الجسد المسيح راس الكنيسه مش بس راس الكنيسه الراس لها دور اخر انه كان ايه مخلص خلاص فدي اول جزء في النص الثاني من الايقونه تمام تعالوا شوف بقى النص الثاني يقوم بيقول ايه ايها الرجال ايه بقى احب احب نسائكم ازاي قول لهم اي لاف لا مش هي دي الكفايه كما احب المسيح ايضا الكنيسه وايه واسلم نفسه لاجلها اهي دي بقى اسلم بذل بذل ضحى بحياته وبدمه وبالامه كل اللي ما شفناهوش في تاريخ البشرية شفناه بتعمل كده ليه يا يسوع يقول من أجل, إيه؟ من أجل إيه من أجل إيه من أجل الكنيسة ما تفكروش في الكنيسة كنيسة مارجرجس في برج نو من أجل الكنيسة اللي هي إيه العروس من أجل عروسي من, من أجل العروسة ع... مين عروسك يا يسوع الكنيسة 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 هي عروس المسيح ثانك أب... يو ب...

دي دي أصعب حاجة. لا 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 ما تمشيش كده الحكاية. تمشيش كده. اه هي عايزة لا ما مش هتعدي بسهولة الحكاية كدا. لا لا لا. بتقول لو هو عايز تخضع له لا ما تمشيش كده. الحل فين؟ الحل فين؟ الحل ببساطة جدا كل واحد يشوف الوصيه اللي موجهه ليه ملوش دعوه بالتاني هو ده الحل الوصيه ليك كذا مالكش دعوه بيها الوصيه ليكي كذا مالكيش دعوه بيه نفذ الوصيه ما تفكرش في التاني ايها النساء ايه ما تقولش لما هو لا مش لما هو الوصيه ما بتقولكش لما هو بتقول ايها النساء اخضعنا ايها الرجال احب بس أيها الرجال إيه؟ نكملها، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وإيه؟ أسلم نفسه، مش قال لها بس أي لاف يو، قال لها إيه؟ فهو في السماء كده، قال لها يا عيني عليكي، ده أنتوا خطا خطاه ومتوا، ده أنا قاعد أبكي عليكم نهار وليل. طيب جود لك بقى، ما قالش كده. الكلمة مطلوبة والفعل اللي يدعم الكلمة هو اللي يخلي الكلمة معنا وأسلم نفسه لأجلها ليه عملت كده يا رب الراجل هنا لما بيبذل وبيحافظ ويقول لها انت في عناية تقول له ده انت سيدي اي قرار بتعمله انت صح انا موافقة لا ما تستنيش نعم طب والست طب والست ليه ليه, ليه بتبداي بالراجل عايز أسأل ما هي دي اللي بتجيب المشاكل هي دي اللي اللي انت بتقوليه ده هو ده اللي بيجيب المشاكل اللي انت بتقوليه ده بالظبط هو اللي بيجيب المشاكل هو ده هو دي المشكله ايه بقى لما يعمل اعمل نو no. الموضوع مش كده نعم هي دي بقى مشكلة ما دي فيها بعد ما هي دي بقى اللي فيها حتة ايه بقى؟ يبقى هو اللي عنده حتة مشكلة. هي دي دي, دي الاكسبشنز ودي اللي بتجيب مشاكل، لكن انا عايز إنت أنتوا شفتوا واحدة زي اسمها سمعت أم الغلابة؟ ايه بقى اللي حصل في ديت؟ طيب دي مشت بالوصية طبعا هيقول مش هنوصل لدرجتها بس ما كانت ست عادية وغلبانة وما بتعرفش تقرأ وتكتب يمكن مش كده انا ما شفتش الفيلم بس اسمها يعني اه يعني انا عايز اقول في هذه الشخصيات في موجودة انا اعرف واحدة او يعني حكيت لي عن واحدة واحدة حكيت لي عن واحدة تعرفها بس الكلام ده المفروض ما اقولوش هنا ده درس كتاب احنا المفروض الكلام ده في اجتماعات الاسرة ها <applause> 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 يخدم الايه طيب يعني واحدة كانت تتضرب في بيتها تتضرب وتتسحل الكلام ده كان في مصر ويقطع لها شعرها ويطلع لها مجرحة في نص الليل وكانت تجري على بيت أبوها وأمها أنا بس بقول عقامات الروحية فتروح وهي في نص الليل يطلع أبوها يقول لها ده أنا هعمل فيه ويطلع ويجيب البتاع تقف قدام الباب اعمل معروف أرجوك ما تعملش كده ده عقله طاير وأنت هت... لا 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 ادعي له بس ده ده عقله طاير لا 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 أوعى تروح كده والصبح والصبح تروح له يا خبر دي إمكانيات معينة بس أنا عايز أقول تقول دي ربنا مدي نعمة معينة لكن أكبر مشكلة لما كل واحد يقول لما يعمل أعمل لما تبدأ أبدأ يفضل الحكاية كما هي لكن الحل قبل ما شاور كدا اشاور كده اشاور كده قبل ما اشاور لما يعمل لا انا اللي اعمل ما هي دي بقى يعني انا عايز اقول كل على قدر طاقته لان ديت عايزه برضو قوه احتمال عايزه صبر عايزه معونه من ربنا عايزه تدخل يمكن اطراف يعني طبعا مشاكل الزوجية كتيرة قوي قوي لكن لو ربنا موجود فعلا في الموضوع والاتنين عايزين يحلوا اصل خدوا بالكم الموضوع في المشاكل الزوجية بالذات هل الاثنين عايزين يحلوا ولا واحد بس اللي عايز يحل لما واحد بس عايز يحل الامور ما بتتحلش بصراحة كده يعني هي دي انا بكلمكم من الاخر يعني معلش خلينا نكمل الايتين دول ودخلنا في موضوعات تانية عدد 25، أيها الرجال إيه؟ أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. جاه النهارده بقى إيه؟ جه في عدد 26 لكي إيه؟ هو سلم نفسه لأجلها عشان إيه؟ يقدس وإيه؟ ويطهر طب المفروض مين الاول مش المفروض التطهير الاول بعدين التقديس لكن هنا لان التطهير عمل سلبي والتقديس عمل ايجابي لكن هو هنا عكس الحكايه مش بس عشان مش من السلبي للايجابي لا ده جه عشان يقدس مش فاهم يعني ايه التطهير بيعمل ايه ده بينظف لكن التقديس ده ايه ده اعلى فهنا التقديس ايجابي التطهير بنظف يعني انا عايز اقول حاجه لما واحد يكون مجروح بطهره لكن هل انت عالج هنا لسه ده الطهر عايز العلاج الاعلى هو التقديس والتقديس, والتقديس معاها معناها التكريس او التخصيص فهو اسلم نفسه لاجلها علشان يخصصها لنفسه يكرسها لنفسه يشتريها لنفسه وايه كمان ويطهرها خدوا بالكم هو قدسها بايه وطهرها بايه بالمية التقديس بالدم والتطهير بالماء وده اللي بيحصل اتطهرنا في المعمودية وبنتقدس بجسده برضه بنطهر ما والمسيح على الصليب طعنوه في جنبه فخرج ليه؟ تقديس وتطهير تقديس وتطهير طهاره وقداسه فربنا عايزني ان انا اعيش دائما كعروسه في دائما في قداسه وفي طهاره يطهرني بالظبط عشان يهيئني الحياة الابديه يقول ايه؟ لكي يقدسها مطهرا اياها ايه؟ بغسل الماء بالكلمه او بكلمه. الترجمه مختلفه في بعض الحتت. يعني ايه يط... في كذا معنى هنا. مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمه يعني ايه؟ يعني الشراح ما استقروش على على معنى معين. يعني ايه غسل الماء بالكلمه؟ ايوه زي ما قال كده كلمة ربنا أنتم أنقياء بسبب الكلام فده ده معنى ده معنى يعني كلمة ربنا بتقدس وتطهر إيه تاني المعمودية المعمودية دي اللي يحضر قداس المعمودية يجد صلوات كثيرة قوي وإنجيل وبولس وبخور وأجيوس و بكل حاجة بتقدس بالصلاة وبالكلمة فالمية دي بتقدس اللي هينزل فيها إيه المعمد بغسل الماء بالكلمة ايه كمان حد عنده رأي تاني ممكن بس ما جاتش في الانجليزي يعني حتى في الترجمة بكلمة الله مش بالكلمة اللي هو اللوغوس يعني اه اه ايوه مجرين آه. ايوه ما انا بقى بترجم الحكايه ديت بقى ازاي في حياتي عيشوا كما يحق الانجيل المسيح ان انا فعلا انجيل المسيح اهو انا بمشي في وصيته لكي يقدسها مطهرا اياها مطهرا اياها درج على مين على الكنيسه ايوه بغسل الماء بالكلمه لكي ايه بقى الهدف ايه بقى يحضرها لمين لنفسه عايز بقى كل بيقدس ويطهر واسلم نفسه لاجلها عشان ايه؟ يحضرها نفسه ايه بقى؟ كنيسة في مجد كنيسة في مجد دي جميلة قوي كنيسة مجيدة كنيسة في مجد كل واحد ربنا عايز يحضره في مجد ها؟ لا دنس فيها يعني ايه لا دنس فيها؟ ما فيهاش بقى خطية ما فيهاش عيب ما فيهاش خطية ما فيهاش اه ما فيهاش حاجه غير طاهره بطهاره ولا غداً اللي هو ايه غداً ها ها عيب تجاعيد او كرمشه بالظبط ما تبقاش متكرمشه تخيلوا عروسه متكرمشه صعبه قوي دي بقى يعني بتتجوز وهي وهي في سن ال120 مثلا ولا حاجه هتبقى هتبقى عروسه ازاي دي بقى ها فهنا بقى يقول كنيسه بلا عيب كنيسة مجيدة لا دنس فيها ما فيهاش عيوب ولا غضن ما فيهاش كرمشة ما فيهاش تجاعيد حاجة جميلة قدام ربنا عروسة فعلا أو شيء من مثل ذلك بل تكون إيه مقدسة وبالعيب ربنا عايز كل واحد وكل واحدة فينا عروس مقدسة وبالعيب وربنا لما بيسمح لنا بتجارب وبمشاكل عايز يجملنا ويخلصنا من عيوبنا وعايز يقدسنا ربنا هدفه إرادة الله لأن هذه إرادة لأ الله إيه؟ قد كونوا قدسين أيوة يونان <applause> آه الترنيمة اللي كنت بتقولها دلوقتي يونان بيقول صورتي عندك آه إزاي يكون صورة المسيح لا مش مستحيل ما هو هو عايز كده هو عايز كده ابقى صورته كما سلك ذاك ينبغي ان نسلك نحوه كلنا كلنا مقدسه وبلا عيب ايوه بالضبط عشان يظهر فيا السيد المسيح نفسه لا انا بل المسيح يظهر فيا بالظبط كده نعم الى آه الى تلك الصوره عينها احنا نبدأ ناخد الصورة هنا 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 وفي السماء إيه بقى؟ الصورة توضح وتوضح وتوضح لأن يقولوا كده اللي آه لما بيقولوا اللي عاشر أم يبقى إيه؟ يبقى منه أو يبقوا منه مش كده؟ حد بيتشبه بالتاني طب أنا لما عاشر المسيح اخد شبهه بالظبط كده اخد شكله اخد شكله اخد اخد صفاته كل الصفات اللي ربنا الحلوه اللي فيه هو ربنا عايز نبقى فيها مش كده تكون مقدسه وبلا عيب ولا غضن تمام كذلك كلمتان للرجال كذلك يجب على الرجال ايه بقى أن يحبوا مش بس يعني كما أسلم هنا بقى أن يحبوا نساءهم إيه؟ أهو محل أو من يحب امرأته يحب نفسه يعني الزوج دوت بتحب نفسك معنى أنك تحب نفسك تحب زوجتك معنى أن تحب جسدك تحب زوجتك هي جزء فيك وهي متاخده منك مش كده؟ تردمين آه، فا ده فانه لم يبغض احد جسده قط بل ايه يقوته ويربيه كما الرب ايضا لكني يقوته ويربيه يعني ايه اه اه المسؤولية أيوة بالظبط الياقوت صح الياقوت دوت حصه بالجسد من من أكل وشرب وملبس يربيه حتة النفس بقى التربية التهذيب الجزئية النفسية يقوت ويربيه الواحد بيعمل كده تخيلوا واحد نعم اه طبعا يا دايما نقول للراجل كرامه مراتك من كرامتك ونقول للزوجه كرامه جوزك من كرامتك اوعى تفتكري لما بتقللي منه انت بتقللي من نفسك وانت لما بتقلل منها بتقلل من نفسك من يقو... لم يغب احد جسده قد بل يقوت ويربيه يعني تخيل واحد بيقود نفسه بس بيقود بيقود جسده بس لو واحد بيقود جسده بس من غير تربيه هيوصل لايه ها؟ ثانك يو يبقى حيوان تخيلوا؟ فعلا اللي يقود جسده بس بلا تربية يتحول لحيوان تخيلوا؟ اه لأن الجسد دوت بالظبط كل حاجة مش هيربي نفسه مش هيربي نفسه ملوش حدود هيبقى حيوان وممكن يبقى أقل من حيوان اه صح؟ شوفوا بل يقوت ويربي فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوت ويربي كما الرب أيضا إيه للكنيسة ربنا بيقوتنا وعايز يربينا أه؟ يربينا يعني يهذبنا من يحب الرب يؤدبه بالظبط لأننا إيه بقى أعضاء جسده من لحمه ومن عظامه إحنا إحنا مين كل شعب الكنيسة أعضاء جسد ومن لحمه ومن إحنا إحنا الكنيسة هي جسد المسيح هو الرأس مش كده هو الرأس فإحنا منه وإحنا بنشكل جسد المسيح عشان كده البيوت الخربانة والبيوت التعبانة أقول له حبيبي ده أنت عامل جرح في جسد المسيح أنت مش حاسس مش حاسس بتعمل إيه؟ ده انت جرح في جسد المسيح ما تفكرش في بيتك وكل واحد يفكر لنفسه بس ده انت جرح ده انت بتقلم المسيح الموضوع مش م, م, مش مش عبط مش سهل مش م, م, مش استهانة ومين اللي بيتقلم هنا الكنيسة والمسيح الكنيسة الجسد والرأس بيت, بيتقلم لان ربنا عايز يكللنا من يغلب يبقى هيتكلل فال يعني كل واحد دي اكليل فاللي مش هيمشي في الطريق ده كانه بيرمي اكليله بنفسه شوف بقى هو في اه هو اللي رماه بالظبط بالظبط كده شوفوا بقى يفكرنا بالايه اللي جت في سفر التكوين من اجل ذلك او من اجل هذا ايه يترك الرجل ايه اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. من اجل هذا هو هذا ده ايه؟ من اجل اللي فات دوت اللي اتقال قبل كده ان ان المسيح هو الراس وان الكنيسه هي الجسد. من اجل ده ده, ده, ده التصميم اللي ربنا عمله من البدايه. تصميم ديزاين. خدوا بالكم أول مرة اتقالت الآية دي فين؟ سفر التكوين إمتى؟ آدم وحواء. أول اتنين اتخلقوا. وموسى النبي اللي كتب سفر التكوين قال الآية ديت كتعليق لما ربنا خلق حواء لآدم، قال كده من أجل هذا يترك الرجل. طب وهو آدم كان عنده أب؟ قال لك من اجل هذا يترك الرجل ادم ما كانش عنده لا اب ولا ام مش كده لكن هو موسى شايف البشريه بقى بعد كده من اجل هذا يترك الرجل ابوه وامه طب فين ابوك يا ادم واخدين <applause> بالكم مش يت... ده الديزاين اللي ربنا عمله بقى ده التصميم اللي ربنا عمله ان يترك الرجل اباه وامه علشان ايه يلتصق بامراته ويكون الاثنين ايه جسد واحد ولا روح واحد؟ جسد واحد. جسد واحد. الروح لا تتزاوج. وممكن هي تطلع روحه برضه. بيترك الاثنين يكون الاثنين جسدا واحدا. كيان واحد. ال ال, 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 ال الترك والالتصاق ده مهم قوي وهو ده الديزاين اللي ربنا عمله ودي من الايات اللي بنستخدمها في, في اول حلقه في المخطوبين او المستعدين بالجواز بنحط الايه قدامهم ده الديزاين بتاع الزواج من اول اسره ربنا خلقها او عملها او صنعها ادم وحواء رجل وامراه ما ينفعش رجل ورجل ولا امرأة وامرأة وما ينفعش رجل وامرأتين او ثلاثة ما ينفعش رجل وامرأة من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويتصق بامرأته ده الديزاين يكون الاثنان جسدا واحدا وبعدين يعلق على كده هذا السر ايه عظيم ده سر عظيم سر الزيجه ده سر عظيم سر من اسرار الكنيسه بيتم فين؟ في الكنيسه وفين؟ وقدام مذبح رب السبقوط وفين؟ في المكان اللي فيه يترسم الشماس ويترسم الكاهن ويترسم الاسقف ويترسم الاب في نفس المكان ايه ده؟ معقول اه؟ سر عظيم يتم في حضور الناس يحل الروح القدس يدخلوا اتنين يطلعوا واحد مين اللي عمل كده الروح القدس مش 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 حد ده سر الروح القدس يتمم هذا هذا السر يترك هذا السر عظيم ولكنني انا ايه اقول من نحو المسيح والكنيسه يعني عايز اقول ان خد بالك اللي بيحصل هنا انا بقول لك السر ده عظيم على مستوى كبير قوي اقول من نحو المسيح والكنيسه العريس والعروس وعشان نكمل ما كملناش الايقونه الثالثه احنا قلنا ثلاث ايقونات ايقونه الرجل والمراه المسيح والكنيسه اهي والراس والجسد اللي هي لما قال ايه يحبوا نسائهم كاجسادهم ها مين مين اللي هيحب جسده؟ يعني مين اللي هيحب جسده؟ الراس، مش الراس هتحب الجسد؟ مش كده؟ هو عشان يقول لك زي ما الراس تحب الجسد الرجال يحبوا زوجاتهم اه ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسه واما انتم الافراد فليحب كل واحد ايه؟ امرأته مش يحب اي حد كل واحد هيحب امرأته هكذا كإيه كنفس مرة تانية أو تالتة وأما المرأة فإيه تهاب رجلها أيوة برافو عليك برافو عليك يعني الكلام كله اللي اتقال اتلخص في الآخر أنا قلت أهم حاجة للرجل إيه كرم أو فلت أما المرأة فالتهاب رجلها اللي هي كرم تدي له كرمته تهابه والراجل أحب اهي أحب اهي اما انتم مر... فليحب كل واحد امراته مش بس يحبها لكن كنفسه كنفسه يعني هنا بيركز قوي قوي على الراجل ان هو مش بس محبه بسيطه دي محبه كالنفس محبه اتفضل اه لا هو طبعا الطقس خدوا بالكم مهدي اه طبعا ما دي مهمة برافو عليك الزمان كانت الزيجة ممكن تتم على ثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي الخطوبة والما أو الخطبة والثانية عقد الخطبة اللي هي الجيبنيوت أو الجيبنيوت اللي هو تلبس الدبل آه وفي حاجة تانية اللي هو كانوا يسموه عقد إملاك أه؟ ما ها ما... ها 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 لا خدوا بالكم انا دايما بقول الحته ديت برضو بس في اجتماع الاسر او هو مش عقد املاك هو عقد املاك هل في فرق في فرق عقد أملاك يعني أنا لما بروح أشتري بيت بيدوني عقد الملك عشان أنا اشتريته أملاك بقى ملكي لكن عقد أملاك يعني هي بتقول له أنا بملكك نفسي وهو يقول لها أنا بملكك نفسي مش أنا بملكك. املاك الأملاك غير الأملاك. أه واخدين بالكم؟ عقد الأملاك معناه إن هي انا بكامل ارادتي وبكل حب بملكك نفسي وهي تقول له انا بكامل ارادتي وكل حب بملكك نفسي مش لكن مشكله يقول لك انا ملكتك نو no. ما تفشيش كده و... وده اللي عند اخواتنا المسلمين النهارده اللي هو كاتب الكتاب في خطوبه وكاتب الكتاب والدخله نفس الفكره كانت موجوده في العهد القديم او في زمان وده اللي حصل حتى ايام امنا العذراء. كان ان هي كانت مخطوبه لرجل اسمه يوسف. طيب هل هي كانت مع يوسف عايشين في بيت واحد ولا في بيتين مختلفتين؟ ها؟ هما طب لكن هي على اسمه ازاي على اسمه؟ ما بس في حاجه اسمها حاجه اتكتبت اسمها ايه؟ عقد هو ده عقد الاملاك زي حته اللي هو قلنا عليه ايه؟ كاتب الكتاب كاتب الكتاب كتب... نعم ايه؟ اللي هو عقد الاملاك فهنا المسيح اشترانا بدمه واحنا بكل حب نقول له ايه؟ احنا مل... احنا ملكك شفنا حبك شفنا صليبك شفنا أحضانك المفتوح شفت لازم مات من أجله وقام كده خلصنا أصحاح خمسة نشكر ربنا نكمل مرة الجاية إن شاء الله أصحاح ستة لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد أمين بكرة إن شاء الله يباركنا في القداس نيافة الحبر الجليل الانبا تدرس مطران بورسعيد وتوابعها و يوم الخميس ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين هيكون عيد الصعود المجيد هيكون القداس الساعه 8 صباحا كل سنه وانتم بخير وفي سلام يعيد عليكم الايام وانتم طيبين بكره القداس 8 ونص وبكره الخميس 8 ان شاء الله ان شاء الله اتفضلوا الهي لويا الهي لويا يسوع المسيح ملك المجد ما من بين أموات فاي إربي أو إرب ريبي ناف نم بإفي أغا ثوس نم بي إبن عايز ونمشى إني اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر بأن الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع رب ليك الملك حبة الله الأب الضابط كل نعمة الابن الوحيد ربنا إلهنا وخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطيت بركة روح مع جماعكم امدوا بسلام سلام ربنا يكون مع جماعكم